السيد الوزير، أهلا بكم وسعيد بلقائكم من جديد هنا في بيلاروسيا. أنا أيضا سعيد لرؤيتكم هنا وأنكم لم تنسوا بيلاروسيا وجئتم بعدد كبير لتغطية زيارة الرئيس المصري. شكرا لكم. كيف تقيمون نتائج مباحثات الرئيسين؟ عندما يلتقي صديقان فإن نتيجة المباحثات تكون رائعة. اللقاء كان اليوم في قمة أجواء الصداقة الحقيقية، خاصة أن العلاقات بين القاهرة ومينسك قائمة بلا أي مشاكل سياسية أو اقتصادية. في العموم علاقتنا تتطور باستمرار، وكما أشار الرئيسان فإن التبادل التجاري قد تضاعف حجمه خلال السنوات الماضية، وهو أمر ليس موجودا مع أي دولة إفريقية أخرى. وخلال اجتماع اليوم أكد الرئيسان زيادة التبادل التجاري أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة، وتم الحديث عن تعاون ثنائي أكبر في مختلف المجالات. السيد الوزير، ما يتعلق بالقضايا السياسية، استمعت إلى الرئيس لوكاشنكا وهو يقول أنه ليس لدينا أي اختلافات بين مصر وبيلاروسيا، ما هي أوجه التعاون بين البلدين بخصوص القضايا الدولية؟ نحن على اتصال دائم مع الخارجية المصرية وننسق معا بشأن القضايا الدولية، ونبحث حاليا ما يتعلق بتأشيرات الدخول بين البلدين. كذلك نتعاون في العمل مع المنظمات الدولية المختلفة، ويدعم كل منا الآخر في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وكما أشار الرئيس السيسي، نحن ننسق المواقف فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، فنحن ننظر باهتمام كبير لهذا الجانب، خاصة أننا نلمس أن قضايا حقوق الإنسان يتم تسييسها حينما يتعلق الأمر بمصر وبيلاروسيا. وماذا عن قضية مكافحة الإرهاب الدولي؟ بالطبع نحن نتعاون بصورة فعالة لمواجهة التطرف والإرهاب الدولي، فنحن نؤيد تماما الإجراءات التي تتخذها القيادة المصرية في سبيل إثراء الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. نحن في صفكم تماما ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لأصدقائنا في مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا.